выросся. لطالما أحببت تربية الطيور بأنواعها في طفولتي. وحين كبرت تخصصت بتربية الدراج أو الفزن أو التدرج. هويت الصيد كثيرا وشاركت في رحلاته وأحببت صيد الفزن. كنت أسافر إلى خرسون وأوديسا في حين لم يستطع الأصدقاء التجمع دائماً والمشاركة في الرحلات، فخطرت فكرة أن أربي هذا الطائر هنا عندي في مجانة خاصة، ومن بعدها أتيحه لمن يهوى الصيد فيشتريه ثم يطلقه في الطبيعة، فيتمكن الصيادون وأنا معهم بهذه الطريقة من ممارسة الصيد ساعة نشاء. تمتد مناطق الفزن من جزيرة إسخالين في الشرق الأقصى وحتى اللانهاية ما عدا الشمال الأقصى. لا يخاف تقلبات الحرارة من ناقص 40 وحتى زاد 40. يعيش في مختلف الظروف، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يصعب عليه البقاء فيه هي الثلوج السميكة أو الجليد. يمكن أن يعد منه أي طبق كان. ليس لدينا طهات يطبخون لحم الفرائس، وهذه مشكلة كبرى. لقد قدمت الكثير من العينات للمطاعم ليتذوقوها مجاناً، جربوا، ولكن الأمر انتهى عند هذا الحد. هذه في الأساس مزرعة للصيد ولإطلاق الطيور في الطبيعة. في السابق لم يصطاد الناس البسيطون الفزن، وإنما الأسياد ونخبة المجتمع. أعتبر هذا الصيد منذ القدم للقياصرة. لماذا يعد هذا اللحم مثيراً؟ لأنه يحتوي على كثير من البروتين وتنعدم الدهون فيه. بروتين الفزن مفيد لأجسامنا لأن أغشية الخلايا تتكون منه. عدم كفاية البروتين تؤدي إلى خلل في الجهاز الهضمي. لحم الفزن قاس، لكن من السهل جداً تحضيره ليصبح طرياً وغضاً بسرعة. اعتبر المعالجون القدماء أن الفزن يشفي من جميع الأمراض ووصفوه دواءً نظراً لعدم احتوائه على الدهون والكوليسترول. يمكن أن يتناول الأشخاص منه كثيراً، وحتى أمراض القلب والأوعية الدموية لا تتفاعل معه. هو واحد من أجمل الطيور ويمنح الصياد متعة فائقة. كل من حاول اصطياد الفزن يعلم أنه قادر على الطير من تحت الأقدام تقريباً وإحداث مفاجأة للصياد. فهو يصدر صوتاً زاعقاً يجعل كثيراً من الصيادين يرمون أسلحتهم خوفاً. صفق الأجنحة مع الأصوات الحادة المداهمة حتى أن بعض الكلاب ترتعب. كانت السنة الأولى صعبة لكني لم أتراجع. اشتريت في العام التالي 500 بيضة وربيت الفزن حتى بلغ أشده. بنيت له قناً صغيراً ثم كبرته وهكذا تدريجياً حتى صارت مساحة المداجن أكثر من 2000 متر مربع الآن. لدي 1000 طير من الفزن جميعها للصيد. يوجد الروماني والزمردي والعادي للصيد والفرنسي الرملي أو الفزن الأصفر. لا تختلف تربيته كثيرا عن تربية الدجاج. هناك بعض الفروق، ولكنه بشكل عام مثل الدجاج تماما. ليس دجاجة في أي حال.
الدجاجة لا تخشى الاقتراب من المصباح الضوئي، في حين أن الفزن سيهرب بعيداً إلى أبعد زاوية. إذا بقي في الزاوية المظلمة ونال منه البرد فهو بري، سيجلس في مكانه ويموت بسكون، في حين أن الصوص يسقسق ويسير ويبحث عن الدفء، أما الفزن يموت بالصمت. الدجاجة تأكل وتجلس، أما الفزن فهو يدور باستمرار ويبحث عن سبيل للهرب، فهو ليس وفياً، بمجرد ظهور فتحة سيصبح في الخارج. إذا نفذ قليلاً سيطير ويعود خلال 15 دقيقة برياً ويختبئ. حتى الصوص الصغير البالغ 5 أيام سيهرب منك. نضعه في عمر الشهرين في المداجن التي نمت أرضها بالأعشاب فيختبئ ويعيش فيها كما يفعل في الطبيعة البرية. هو طائر بري بحت. أحاول أن أربيه في ظروف أقرب ما تكون إلى طبيعة البرية، لأنه سيطلق فيما بعد حتماً إلى الطبيعة. العادة السيئة الموجودة عند هذا الطائر هو أنه يأكل لحم أقرانه. هذه أول ردة فعل تظهر لديه عند تقلبات درجات الحرارة أو عند إصابته بالتوتر أو إذا كانت تغذيته رديئة. وبما أنه لا يمكننا توفير الظروف المثالية لتحاشي وقوع هذا الأمر، نحن نلبسه حلقة واقية. تدخل هذه الحلقة في المنقار فتمنعه من إطباق منقاره حتى النهاية، فلا يتمكن من عض الريش أو اللحم، ولكنه يستطيع هنا أن يأكل الغذاء من الأحواض المخصصة. لكن لو اجتمعت الظروف السيئة للغاية لن تمنعه الحلقة من أن يأكل رفاقه. نزيل الحلقة على هذا النحو. ينمو التدرج 180 يوماً، أغذيه من اليوم الأول وحتى اليوم 60 بالأعلاف المنتجة في مصانعنا الأوكرانية. يحتاج للبروتين أكثر من الدجاج بنسبة 5%، لذا أشتري علف الديك الرومي وهو الأغلى لكنه متوازن والأنسب. بعد اليوم 60 يأكل فيما تبقى كل ما يزرع في الطبيعة دون أي إضافات. عاش رفيقي لفترة طويلة في أوكرانيا وهو صياد أيضا. سافر إلى أرمينيا، اتصل بي وقال اترك كل شيء وتعال إلى هنا، ثمن التدرج هنا 60 دولارا. هو عندهم شيء غريب، لا يوجد ما يمكن صيده إطلاقا. قال يبدأ الناس باصطياد الفئران أحيانا، في حين أن في أوكرانيا جميع الظروف متوفرة لتربية الفزن، يجب عليك الحفاظ عليه فقط وإكثاره. يوجد في داخلنا هذا الحب والسعي لأن تكون أرضنا ليست مجرد كلمة، بل أرض مزهرة نربي عليها الأطفال، والابتسامة هي حضن لكل ما نحن نصنعه. يأتي إلي الشخص ليصطاد فيستريح ويحصل على المتعة، ويعود يوم الاثنين للعمل مرتاحاً وهو يشعر أنه كان في الطبيعة وأنه على تواصل معها. وإذا جلس في المكتب أينما كان هو يدرك أن نهاية الأسبوع آتية وأن فرحة اللقاء بالأرض ستحصل، وكل ما هو موجود عليها سيمحى خلال هذين اليومين، كل أثر للأشياء السيئة التي حدثت في العمل. كل شيء في هذه الحياة مكون من بسيط الأشياء، وللوصول إلى ما هو أكبر يجب البدء من الأشياء الصغيرة. لذا نبدأ من أنفسنا، ندعم الطبيعة وبعضنا. يجب أن ننطلق في هذه العملية برمتها من دواخلنا، من الإنسان،
لأنه أكبر آفة وأكبر راع، وهو مصدر كل شيء، وهذا الأمر يستحق الحياة. لم أعد أستطيع إطلاق النار عليها. أرضي هي كل أوكرانيا، ليست مقاطعة بيلاتسيرتفا فقط أو المدينة أو مزرعتي. كل شخص سعيد بطريقته الخاصة. أنا سعيد لأنني استيقظت، وسعيد بالفعل. ليس من السهل الحصول على هذه السعادة. يجب أن تعرف كيف تفصلها عن ذلك البؤس المحيط بنا. أريد أن أتقاعد في هذه المزرعة، أن أربي الفزن وأطلقه في الطبيعة، وأصطاد مع الأصدقاء، وأشرب النبيذ ومعه حساء الفزن، ولا أريد شيئاً أكثر من ذلك.